مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. إن عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك. السلام عليكم. بزاف ديال الناس قالوا لي دير رياكسيون على بوز فلو والكلاش لي نايت بينو هو وفيغو، ولكن بحكم أنني ما عنديش خبرة في الراب ما كنسمعش بزاف للراب، ولكن بوز فلو كنسمعوه بزاف لأنه نقدر نقول أنه هو اللي كيهز الضربو ديال هاد المناطق، لأن صعيب تكون في هاد المناطق وغادي توصل، لأن اللي بغى يوصل خصو يكون قريب لكازا والرباط. مادام انك هنا اذا انك بدلتي دوبل فور ولا تريبل فور باش غادي توصل دوك الناس، برافو عليه وتحيه ليه. اجيو نسمعوا اش قال لي، لان سمعت الكلاش قبل ما ندير هذا الفيديو ديال فيغو، ما سمعتش ديال بوز فلو. فاش قال ليه ان الجمهور ديالك عباده، ان الجمهور ديالك كيقول لك بوز فلو، زعما اللهجه الامازيغيه، وهذه النقطه غادي نهضروا عليها. المهم غادي نسمعوا هذا الكلاش كيفاش رد عليه بوز فلو. اسمع. هذا الاول كيبين لي انه استاذ عليه، انه استاذ عليه وغادي يقري وغادي يوري ليه الكلاش كي داير. كملوا. هذه علاش قال لي الا حس براسك لباس سير بي في ليلى الحديوي، لان هذاك رد عليه قال لي كتلبس قبيه باهتين، يعني ان كلاشا على الصوره. الاخر قال لي زعما المعنى وداك الشيء اللي داخل هو اللي كيحكم هو اللي علاش كاين الحل، ماشي ان الا بغيتي لباس هذا سير شوف ليلى الحديوي. كلاش مع 12. كملوا. لان قال ليه دوك كيفاش كتكتب لي مورسو ديالك، انك كتسكر بالروج وكتكتب. قال ليه زعما الروج راه غالي من دانون، زعما الناس ديال الفلوس. بالك من غير لاله المهزله مالك جيب الاطلس. هذا نردو شي ولا ما تسمعش جيب من ها اسمع دانون. اش من عز شفتي جبالك من غير لاله المهزله مالك جيب الاطلس ايفون في الكارد الغزاله. صافي هذا ولد المنطقه ملي قال الكارد الغزاله. باش تعرفوا المعاناه ديالنا، باغي تجيب الايفون خصك الكارد الغزال اللي غادي يجيبو لك في كرتونه. راه هذا راه عنده شي واحد اللي كيعطيه الاسرار ديال داك فيغو، فين جا الايفون. وهذا قال لي جا في الكرتون ديال الغزال. نعاود نردو باش تسمعوا مزيان. اسمع. غير لاله المهزله مالك جيب الاطلس ايفون في الكارد الغزاله. خدني قدوه شفناها درع ما تسنيناش لاليست. نورمال يكبر طماع اللي موالف بانان التوريست. ما دام معطاسكي نورمال يكبر طماع اللي مولف بانان التوريست، يعني القروده ديالي فران، لان هذاك ولدي فران زعما ديك الغابه. كمل. غنم في الايغو غتبقى ديما ورايا كي داكشي اللي تبع فيغو. عاد بدات الكيم انا معاك ديما كي الحجره تسيزيف. تبي فيك اون ميم طون خايف تحاسب ليه من اليونيسيف. الفن راه في وسطك ماشي خايف تحاسب ليه اليونيسيف، يعني ضري صغير طفوله صافي ولا كنت جديد ماشي بكازو موبيديك كون جديد. قال ليه فيغو في الكلاش ديالو، قال ليه مازال حتى انا دي يكون عندي باطو ديال العباده. قال لي دير غير زغيبات في وجهك عاد فكر في الجمهور. خفت عليك من السمنه غلوحك في لاغود هامستر. بسبست لك كلشي ودار في العزبه كتقول لي الله يسر. علاش خايف؟ لانه هو كلاش كلشي بوحدو هو اللي يهضر. عارفين قال ليه الجمهور كيقول لك بوز فلو، يعني ديك اللهجه امازيغيه حشومه انك ولدي فران ولد المنطقه وكتعاير اللهجه ديالنا. رد جاء سريعا. اسمع كيفاش رد عليه. علاش ما راضيش باللكنة اللي كبراتك في تيم الضيقين؟ جبد ليه حتى البلاصه فين كبر. واش مع راسك يا الشريف؟ والدك هز المعزة انترفيو علاش جالس مع هويتك كي سيمبول ديال كابا كون بيو اي كي اي مونتيسكيو لا لوا الراب فاصل ساسو سبع افران حجيره وجايب عليك العز الناس. علاش ذكر السبع ديفران؟ قال ليه الاخر في الكلاس ديالو قال ليه من هنا لقدام نعرفوا شكون هو السبع ديال الاطلس. وقال ليه السبع ديفران رالي تلي مسمومه واخا تالف بستيلو غوز ما كتقول تا دابا غير كتصوت كالرابوز عادي بالك تغريق تخربيط امزازي اللي كنت. قال لي لان فيغو قال لي في الكلاس ديالو قال لي ان كتهز غير
داك الشيء ديال الاغريق وكتحطو لنا وكترابي عليه. قال لي زعما واش الاغريق هادي تقضي به الغرض بالباك ديال الامزازي؟ قاتل على الاطلس كنت انت بارازي يا كي موسى فرح بجوابي خلع صباطك راك في الوادي عدو السيف على دمعات وزيد تبكي على سيد وقاضي كي كارمينا بورانا نبي في القضاء عاد كيريا لا شربنا قهوه غتهجروا على انت لا داك الوليه. ها لان فيكو قال لي فيكو في اخر ديال الكلاش ديالو قال لي واخا زعما نتكلاشاو بيناتنا اننا حنا بجوج ضد الرباط زعما وكازا ودوك المدن الكبيره. قال لي اننا ضد زعما مول المايك. قال لي ما غاديش نشرب معاك المعنى ديال هذا الشيء. قال لي ما غاديش نشرب معاك قهوه لا انت لا ديك الوليه زعما مول المايك. شاور والدي وعاد جاوب يعطيوك شويه الامل وكانش مهوري عباد بالرب اعترفوا لك بامال شرف ليك تكليبي مع زيزو كنتي فان قديما لسكرتي معانا بقوه ما تدوخي ضعف ليك الايمان علي جمع جابك الموتش والأدغلة جاو الضياف تكلف بالغلة شدرك الوجه سد الودني طحتي فروح البيتك على وجه المايا أطلس عن عينك في جنابي ماليك أركز مسخوط هذا. ودابا هاد الشي راه في فترة قليلة جمع كاع هاد المعاني وهاد الكلمات برافو عليه. كان عندك طيح الويت وفيري في لاكار عطلتي غير على راسك وصحابك الواسا هذا ما كان هذا ما كان غير حريق البيبي تيكبروا له سنينات وهذا ما كان هذا ما كان شربوش القهوة حنا مع اللي كان هذا عاود رد عليه ما كان شربوش القهوة مع اللي كان. يعني أنا ما غاديش نشرب معاك قهوة لأن داك في الكلاش ديالو قال لي قال لي أنا وخويا على بوز فلو وأنا بوز فلو على البراني زعما على دوك روابا الكبار ماشي الكبار اللي في المدن الكبيرة. يعني خرج قال لي ما كان شربوش قهوة مع اللي كان. سمع هذا ما كان هذا ما كان يا ما يمكنش انك تسمع شي حاجه ديال هاد بوز فلو وتسمعو غير مره واحده وغادي تفهم كلشي. كتسمع كتهز شي حاجه كتعاود تسمع كتهز شي. يعني نعطيكم مثال بحال مسرحيه ديال عادل امام ديال مدرسه المشاغبين تقدر تسمعها 16 مره وكتعاودها لان شي حوايج عاد كيبانوا لك المعنى ديالهم فين غاديين. صعيب وهذا فيلسوف ماشي دوك اللي كيخرجوا ديال الكلام النابي وهذاك باش يبانوا انهم روابط. هذا كيخرج لك شي حوايج هذا غير كلاش ربما فيه شي كلمات شويه اللي طايحين ولكن في الراب ديالو كتعرف انه كيعالج شي موضوع اللي قاصح على الاقل كيعطيك شي موضوع تقدر انت تفكر فيه ماشي شي كلمه ما بغيت نقول وحده وكان غادي هجمونا الجمهور ديالو شي واحد اللي غير صافي ها طاطا هاني سكران هاني داير هاني ومن بعد. هذا زعما كيعالج شي مواضيع اللي فلسفيه شي مواضيع اللي تقدر انك تسمعوا وكتفهم وعاود تسمعوا باش تفهم شي بلايص اخرين وعاود تسمعوا باش تفهم ومناش بدا من مناطق من هنا إيموزار الرشيدية ميدل تيفران كاع هادو بلايص زعما منطقه وحده. انك صعيب 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 انك تبان صعيب انك توصل غير 10000 ابوني وكنقولها وكنعاودها. برافو على الناس اللي هنا وصلوا برافو على الناس اللي هنا وحركوا الراب المغربي لان باش تكون هنا كتقلب غير ابسط الاشياء ما كتلقاش غير استوديو باش تسجل ما كاينش استوديو فين تسجل خصك شحال وتقاتل وهذا والا بغيتي تسجل خصك تشد الطريق وتطلع لشي المدن الكبيره باش تسجل باش دير شي حاجه شي كاليتي زعما شي حاجه تكون مزيانه. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو بغيت ان الى عجبكم هذا الكلاش اننا نديروا رياكسيون على كلاش اخر ونشرحوه كلمه بكلمه ونشرحوه جمله بجمله. حنا مستعدين حنا كنشوفوا اي فيديو اللي غادي يقدر انه يعجبكم ويجيب المشاهدات حنا معاه ودائما مره كنهبطوا للملعب وكنديروا تمارين رياضيه وكنصور لكم الاجواء ديال الفرق ديال كره القدم. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو ما تنساوش شي لايك وكومونتير عطيونا الاراء ديالكم في هذا الشيء واش مع فيجو واش مع بوز فلو. يلا وصلنا اخر هذا الفيديو السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.